تعالى كمان ناخد الكابتن علاء حسن مدير المنتخب في رفع الاثقال. يا كابتن علاء مليون مبروك، اداء مشرف واداء رائع، وكعاده رفع الاثقال في مصر دايما بتشرفنا ودايما لعبه الذهب. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا والحمد لله رب العالمين بتوفيقنا عند ربنا سبحانه وتعالى، و يعني تتويج ناس، تعب لناس كتير ومحبه وود من مؤسسات كتير قوي في الدوله. ربنا بيكرم بالعمل دوت. الحمد لله مش اتحاد المصري في الاطفال بس، اتحاد المصري في الاطفال، وزاره الشباب والرياضه، اللجنه الاولمبيه، لما بقى في تنسيق في العمل بينهم وفعلا كل واحد في هذه المؤسسات بيعمل اللي عليه، فان شاء الله بتبقى النتيجه بتبقى مرضيه جدا وبتبقى نتيجه عظيمه يعني الحمد لله. كان متوقع الثلاث ميداليات دول يا كابتن علاء؟ كنتوا وانتوا رايحين عارفين انه هياخد ثلاث؟ احنا من شهر واحد، احنا من شهر واحد يعني بفضل الله عارفين محمود حسني ورحمه وشمس ونوره وحنين انه قدروا يعملوا ايه، وهم طبعا يعني هم نتاج المشروع القومي للموهبه وبطل الاولمبي في وزاره الشباب والرياضه. الحقيقه يعني المشروع ده من يعني من انجح المشاريع اللي اتعملت في وزاره الشباب والرياضه، وهو فعلا من ساند رفع الاطفال المصريه، فده كان معمول له ان احنا في الاول والاخر احنا لعبه رقميه. بتشيل 100 خط وعارف انت فين، بتشيل 200 كيلو وانت عارف انت فين، فاحنا بفضل الله كنا عارفين. بس القصه بتاعتنا كلها كانت ايه؟ كانت ان احنا يبقى ليهم مشاركه دوليه قبليها، لان انا عايز يعني نفسي كان مثلا واحد يبقى موجود اعلام معانا او كده عشان يحس بالحته دي. اللعيبه كلها كانت خايفه، لان كنت لعيبه طبعا تحت 19 سنه واول مره حتى يركبوا الطياره. ما كانش فيه الا محمود حسني ونوره، دول راحوا معانا بطوله العالم للناشئين تحت 20 سنه وهم عندهم 17 في اليونان. وده كان ليه؟ عشان برضو ده كان مخطط ان هم ياخدوا تجربه دوليه قبل بطوله العالم اللي هي المرحله بتاعتهم يعني. هو كان وعشان كده بفضل احنا حصلنا كم ميداليه في المجمل يا فندم في البطوله؟ 14 ميداليه يا فندم، 6 ذهب يا ما شاء الله، 5 فضه، 3 برونز، ولاول مره في تاريخ الفريق القومي لرفع الاثقال تحصل مصر على المركز الثاني عام فرق. احنا عمرنا ما عملنا كده، عمرنا بقى من زمان قوي يعني عمرنا ما خدنا ثاني عالم بالنسبه للفرق. فرقه البنات خدت مركز ثاني وفرق 7 نقط بس عن المنتخب التركي. كابتن علاء حسن مدير منتخب مصر لرفع الاثقال، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبهنيك مليون مبروك، دايما رفع الاثقال بتشرفها مصر وكل اللاعبين طبعا اللي حصدوا هذه الميداليات فوق الراس، دايما رافعين علم بلدكم، الف مليون مبروك.